السياسة الخارجية المصرية. السياسة الخارجية المصرية كانت ضحلة للأسف الشديد ولم تكن مشرفة، وكان نظام حسني مبارك كل سياسته الخارجية هي الإفادة الشخصية وربما الإفادة العائلية الأكبر، وربما وصول جمال مبارك إلى السلطة فقط لا مصالح الدولة المصرية. احنا دلوقتي بنشوف إثيوبيا، زعيم إثيوبيا رئيس الوزراء، ده نظام برلماني رئيس الوزراء هو رقم واحد، ميليس الزناوي قال كنت بأعامل معاملة وحشة، كنت بأوبخ، كنت بتبهدل. إذن كان هناك عمدية وقصدية في الإضرار بالأمن القومي المصري فيما يخص مياه النيل في إثيوبيا. في العراق لا وجود لنا، هناك مربع في العراق، أمريكا، بريطانيا، إيران، إسرائيل، أربع قوى فقط لها النفوذ في العراق. وإحنا لما بعتنا سفير واتقتل السفير، طلع وزير خارجيتنا بيقول إن السفير اتقتل بنسبة 97% ثانوية عامة، فيش حتى أدنى درجات المعلومات عن مقتل سفير، حتى اللياقة الدبلوماسية لا تجوز، لا يجوز أقول على حد إن هو مات بنسبة 97% لأنها مهينة. يقول الأرجح أنه توفي، الأرجح أنه على قيد الحياة، لا توجد لدينا معلومات. إذا نحن لسنا موجودين في العراق لفترة طويلة في مشروعين في المنطقة، إيران إسرائيل. والسؤال أنت مع إيران ولا مع إسرائيل؟ فلو حد مع إيران يبقى ده أكيد ضد إسرائيل ويقول له أن أنت ضد بقى كذا وأنت واقف مع إيران. لو حد مع إسرائيل أنت ضد إيران، لكن مصر ما كانتش في المعادلة. في مشروع إيراني يتمدد كأننا جيبوتي في المنطقة، ومشروع أمريكي إسرائيلي يتمدد، ولك الموقف أن تكون مع دول ولا مع دول، وإحنا برا الموضوع. حان الوقت أن يكون السؤال هناك مشروع مصري إقليمي عربي له وظيفته الحضارية الإسلامية. هذا المشروع السؤال أنت مع مصر أم أنت ضد مصر، وليس أنت مع إيران أو أنت مع إسرائيل. كان هذا السؤال خطأ وحان الوقت أن نسقط هذا السؤال. إذا فكرنا بطريقة رياضية، سواء رياضية حسابية أو كرة القدم، وطرحت ذلك أمس في جامعة المنصورة، احنا ممكن نفكر نلعب بطريقة 2-2-3-4. أول اثنين إثيوبيا وجنوب السودان، المية بتاعتنا من هذا المكان، يعني معظم ميتنا تقريبا من إثيوبيا وجنوب السودان، يبقى دول خط أحمر عشان دول أكل عيشنا وحياتنا اليومية ما نقدرش نفرط فيهم. فدول أول اثنين علاقة استراتيجية. دايما السؤال تقدر تاخد بالقوة، خش وخد بالقوة، لكن ما تقدرش تاخد بالقوة، الخيار هو السياسة. يبقى لابد نتيجة، لا يمكن لمصر، يستحيل على مصر ان هي تدخل عسكريا في إثيوبيا او تدخل عسكريا في جنوب السودان. دي عايزة قوة عظمى، لان دي هضاب وعرة ومناطق مستنقعة. بتكلم دلوقتي بدون الاخلاق، لا تستطيع عسكريا ان تدخل في حرب في إثيوبيا وجنوب السودان. اما وانك لا تستطيع عسكريا، يبقى في هذه الحالة الحل سياسي، يبقى لابد نكون حلفاء وأصدقاء بيننا وبين إثيوبيا وجنوب السودان، وناس كل دماغتهم مخصصة إزاي الإثيوبيين يحبونا وإزاي جنوب السودان يحبونا. في عصر مبارك كنا بالنسبة لإثيوبيا إسرائيل بالنسبة للشعب المصري، هناك كراهية لكل ما هو مصري، وظهرنا هناك أننا استعمار أو أننا الرجل الأبيض أو أننا من تاريخ بائد لا يريدون أن يعود. حان الوقت ان احنا نظهر في إثيوبيا وجنوب السودان بما يليق. دول اول اتنين. تاني اتنين العراق، قلنا يمينا ويسارا، يعني على الخريطة يعني شرقا العراق ويسارا الجزائر. العراق لابد ان نوجد في العراق، ولا بديل عن وجود مصر في العراق، ولا يمكن ان يكون لنا امتدادات ناحية الشرق ولا حتى تأمين البوابة الشرقية لمصر أو للعرب دون أن تكون القاهرة حاضرة في بغداد. ومن ثم لابد من رؤية جديدة، كيف ندخل إلى العراق بما يوازن القوى اللي موجودة هناك حتى نتفوق عليها باعتبارات العروبة بيننا وبينهم. بغداد سقطت مش في مواجهة أمريكا، وإنما سقطت من أيدي الدولة المصرية وأيدي المشروع العربي، وحان الوقت أن تعود بغداد. الجناح الآخر الجزائر. الجزائر كانت حليفا في الثورة والحرب والسلم والاقتصاد.
احنا دعمنا ثورة الجزائر الى ابعد الحدود، وكانوا معنا في حرب اكتوبر الى ابعد الحدود، وكنا الدولة الاكثر استثمارا ووجودا وثقافة وسينما وادبا لدى الجزائريين، وكنا الاكثر حبا لدى عموم الشعب الجزائري. ونتيجة ابعاد خارجية ومؤامرات خارجية واضحة ومعروفة، نجح الاستعمار القديم والجديد في أن يفصل مصر عن الجزائر، وأن يكون ما بيننا وبينهم ما بين العدو والعدو، وأن ما فيش حد هنا عايز يتحمل حاجة من هناك، ولا حد هناك عايز يتحمل من هنا. وده كان مشروع استعماري رعاه بعض الحمقى فهما أو عدم فهم، إنما ده للأسف كان المشروع الفكر السياسي عند علاء مبارك ولاعبي كرة القدم. لا يجوز أن تنتهي الجزائر أو أن تسقط هي الأخرى من بين أيدينا. هناك البترول، وهناك الغاز، وهناك الثقافة، وهناك حرب أكتوبر، وهناك الثورة الجزائرية، وهناك كل الذين يحبون هذا الوطن، وهنا كثيرون من يحبون الوطن الجزائري. حان الوقت نرجع اليمين في بغداد ونرجع الشمال في الجزائر. 2-2-3 مصر السودان ليبيا. لابد الثلاث دول دول يفكروا في صيغة كونفدرالية، مش صيغة فيدرالية يعني زي أمريكا كده ولايات في دولة واحدة، صعب. استقلال الدولة المصرية أساسي، والسودان وليبيا كذلك. طبعا نتحدث عن ليبيا ما بعد القذافي. الكونفدرالية تضمن درجة من الاتحاد مثل دول بينلوكس اللي موجودة في شمال أوروبا، يعني كتحالف اقتصادي بس ممكن يكون أتقل من هذه العلاقة، يعني أكثر قربا من هذه العلاقة اللي هي بلجيكا لوكسمبورغ و بلجيكا ولوكسمبورغ و هولندا بالضبط. فالثلاث دول دول لازم نكون ثلاث دول زيهم، يعني بينلوكس عربي أو كونفدرالية عربية. الأرض في السودان، والمال في ليبيا، والخبرة البشرية هنا، نموذج لمشروع رأسمالي ناجح تماما. ليبيا ستطل عبر البحر الأحمر من خلال مصر، والسودان سيطل عبر البحر المتوسط من خلال مصر. ستعطي لهذه بحرا ولهذه بحر، والمية والأرض هنا، والعقول والخبرة البشرية. طبعا كلنا عقول متميزة الأشقاء في ليبيا والسودان، ولكن أقصد أكبر درجة من الخبرة البشرية نتيجة الكثافة السكانية موجودة في مصر، والمال العظيم الذي انهار تحت أقدام القذافي وعائلة القذافي في ليبيا. حان الوقت أن يكون للثلاث دول دول بالأساس وللمحيط العربي الإسلامي فيما بعد. إذا لم نتعاون مع ليبيا في هذا الإطار، ستكون ليبيا أفغانستان الدولة المصرية، سينهار الأمن، سيذهب تنظيم القاعدة من حزام القاعدة اللي هو جاي من موريتانيا والسنغال وجنوب الجزائر وتشاد ومالي لغاية ما يوصل إلى ليبيا، وستكون هذه المنطقة بمثابة استنزاف الدولة المصرية مثلما استنزفت باكستان بأفغانستان، وستكون مرسى مطروح أقرب إلى قندهار. سنكون في مرحلة كارثية، سنجد بشاور عند السلوم. ما لم تأخذ ستأخذ، ما لم تذهب سيأتون إليك، ما لم تفكر أن تقتحم سيأتي الذين يقتحمون هذا البيت. وأما المربع الأخير فهو لابد أن نستغل أوضاعنا وثقافتنا وفكرنا في القيام بدور عالمي. إحنا هنعمل تحالف مع دولتين في الجنوب في 28 النيل، ونرجع حاضرتين كبيرتين بغداد والجزائر، ومثلث اتكلمنا عليه بينلوكس عربي احنا والسودان وليبيا. طيب عايزين نقوم بدور عالمي، ايه اللي عندك تديه للعالم؟ عندك المال؟ لا. التكنولوجيا المتقدمة؟ لا. السلاح الذي يطول محيطات العالم وشواطئ الكون؟ لا. ما الذي تملكه؟ تملك القوة المعنوية لهذه الدولة. القوة المعنوية كيف تستثمر؟ الدين الإسلامي الذي يذهب به الآن إلى طريق مظلم يمكن أن يستخدم في الوظيفة الحضارية للإسلام. الوظيفة الحضارية للإسلام هتخليك موجود في إفريقيا وآسيا وأوروبا، لك مدخل أخلاقي إلى هذه الأوطان جميعا.
واللعبة اللي موجودة من فترة طويلة، كنت كتبت ده في مقدمة كتاب دكتور سليم العوة. مرة كنت في بانكوك في تايلاند، وأثناء كده يعني رحلة سياحية مسجد، دخلت المسجد صلينا قعدنا زي البلد، نمنا في الجامع كده، اللي قعد يقرأ واللي قعد ساعتين ثلاثة على ما يجي دور الرحلة اللي بعدها. قمت كده أثناء الكسل قلت أقرأ شوية، لقيت مكتبة، فلقيت كل الكتب اللي في المكتبة. تايلاند دولة بوذية فيها أقلية مسلمة، الأغلبية الكبيرة من البوذيين وأقلية من المسلمين في جنوب تايلاند تمتد مع شمال ماليزيا. فلقيت كل الكتب بلا استثناء كفر البوذيين، يجب قتال البوذيين الكفار، لماذا يعد البوذي كافرا؟ البوذية عبادة الأصنام، يعني لو واحد حضر في المكتبة ديت هينزل فورا يفجر البلد دي. هو الهدف الرئيسي أن يتم الوقيعة بين المسلمين والبوذيين، وأنت ميزان القوة ليس في صالحك، أنت أقلية ستسحق في تايلاند. هو أنت ممكن تزايد على أحد من أجل هزيمته مش من أجل انتصاره، فممكن أزايد على الضعفاء من أجل أن يدخلوا في معارك غير متكافئة فينهزموا. وكذلك في الهند، الهند 150 مليون مسلم، منهم رئيس الجمهورية الرئيس عبد الكلام الرئيس السابق اللي هو عالم الفيزياء الكبير اللي هو نقل الهند في مجال الصواريخ والأقمار الصناعية. الهند 150 مليون مسلم لكن حوالي 800 مليون هندوسي، الديانة الرئيسية الهندوسية. حين يلقن المسلمون في الهند أن الهندوسية كفر والهندوسية وثنية ويجب قتال المشركين ويجب قتال الكفار، إيه اللي ممكن ينتهي؟ هتوصل في النهاية إلى حرب أهلية بين المسلمين وبين الهندوس، وأنت فيها أقلية مهضومة لا تملك المال ولا السلاح ولا حتى الجغرافيا لهزيمة الهندوسيين في الهند. إذن هناك ثمة من يوقع بين الإسلام وبين البوذية في آسيا وبين الإسلام وبين الهندوسية في آسيا. نموذج آخر في الغرب، هناك أيضا من يوقع بين الإسلام والمسيحية من خلال أقليات المسلمة الموجودة في أوروبا، أو الإسلام واليهودية، ولا أعني الإسلام والصهيونية، لإظهار الإسلام أنه خصم للجميع، خصم المسيحية وخصم اليهودية وخصم الهندوسية وخصم البوذية. هذا الدين لا يعيش معه أحد ولا يعيش أحد معه. هذه هي المعادلة، معادلة اللعبة العالمية تجاه الإسلام. مرة كنت في مسجد في ستراسبورغ، مش هتطلع كرجل دين بس بمناسبة الموضوع يعني، في ستراسبورغ، وقابلت حد اسمه دكتور عبد الله إمام المسجد من المغرب، فبتكلم معاه شوية، قال لي ده احنا هنعمل مركز إسلامي كبير جدا، ربما يكونوا عملوه كان من فترة في ستراسبورغ. قلت له ده هايل، جبته بقى منين؟ قال لي لا ده حديقة بقى رائعة ومش عارف جاردن على مساحة قد إيه وريزورت، يعني حاجة ساحرة هيعملها. فقلت له هم وافقوا لك هنا في فرنسا؟ قال لي أنا عملت صفقة. قلت له مع مين؟ قال لي مع الحاخام واللوب اليهودي اللي موجود هنا. قلت له ازاي؟ قال لي احنا اصلا اليهود هنا بنستفيد منهم في حاجة اساسية، لان النازية والعنصرية واليمين المتطرف بيكره الاتنين مع بعض، المسلمين واليهود. احنا مش قد يمين المتطرف، فاليهود بيتصدروا الوقف اليمين المتطرف، يعني النازية الجديدة ضد اليهود والمسلمين، جمال لوبان ضد اليهود والمسلمين. فيقول مصلحتنا في اوروبا ان اليهود يبقوا، لأن بقاء اليهود في أوروبا سيبقي المسلمين، وحين يخرجوا سنكون معهم أول الخارجين. فالمعادلة هنا غير المعادلة هناك، يعني ينبغي إسقاط عنصرية إسرائيل، لكن المعادلة بين الإسلام واليهودية غير المعادلة بين الإسلام والصهيونية أو الإسلام وإسرائيل. إسرائيل كيان، ولكن الدين اليهودي الموجود هناك كيان آخر، ده منطق براغماتي. فهم عايزين معبد ودول عايزين مسجد، فدول وافقوا لدول ودول وافقوا لدول، والاتنين استفادوا من اليمين العنصري اللي موجود بدعم ده لده ودعم ده لده. ممكن بهذه الطريقة البراغماتية ممكن تصل لمصالح، إنما الأهم الطريقة الأخلاقية. إذا ظهر هذا الدين أنه معادن لديانات العالم السماوية والأرضية على السواء، إذا ظهر المسلمون كعنصر إزعاج غير محتمل في كل بقاع المعمورة، إذا ظهرنا كقادمين من العصر الحجري أو العصور الوسطى، نحن بهذا الأمر بنقتل أنفسنا ونسيء إلى هذا الدين. وبالتالي المربع الذهبي الذي أدعو إليه، الوظيفة الحضارية للإسلام
وينبغي أن يكون الأزهر وفكره القوة الناعمة التي تتصدر هذا المشروع. إحنا وتركيا في المنطقة بحكم وجود أغلبية سنية في البلدين وعلاقة تاريخية بين البلدين، وماليزيا وإندونيسيا لأن ماليزيا أقوى دولة مسلمة وإندونيسيا أكبر دولة مسلمة سكانا، دول هيخلوك موجود في آسيا إلى أبعد الحدود، وتركيا هتدخلك إلى منطقة آسيا الوسطى وشرق أوروبا بشكل كبير جدا، وبقى ممكن تتحدث مع غرب أوروبا وأمريكا اللاتينية وحتى أمريكا الشمالية بمنطق أنك الذي تمثل الوظيفة الحضارية لهذا الدين. ده ممكن يكون مدخلك للعب دور عالمي، حيث لا مدخل لك عن طريق العلم ولا التكنولوجيا ولا المال ولا النفط ولا السلاح ولا الجيش ولا أي قدرات تقليدية للقوى العظمى. عند ذلك الحد عايز أقول إذا إحنا ما فكرناش بهذا الشكل الطموح سننتهي، وما لم تصبح قويا ستكون ضعيفا، وما فيش حالة ثبات، انتهى الثبات في العلاقات الدولية، ينت طالع ينت نازل، فيش دول مستقرة، إما أن تتقوى الدولة أو أن تتفكك. وهناك طرح عالمي للتفكك اللي طرحه برنارد لويس مستشرق المعروف، وهو استعماري، والفكر الغربي من وراءه في تقسيم الدول إلى إسرائيليات جديدة، كل دولة تبقى قد إسرائيل، وده حدث في دولة زي يوغوسلافيا، وحصل في السودان نسبيا بالانقسام الأول، وارد يكون في انقسامات أخرى. وقلت قبل كده في جامعة القاهرة أنا قابلت الرئيس عمر البشير وكان بيتكلم من فترة طويلة على إن السودان سينقسم إلى 5 دول. اليمن ممكن يكون أكثر من يمنيين وثلاث يمنات، العراق قد ينقسم إلى أكثر. ما لم تتوحد ستنقسم، ما لم تقوى ستضعف، ما لم تذهب إلى هناك سيأتون إلى هنا. مصر لا يمكن أن تكون دولة عادية، التفكير العادي يساوي الفشل، والسياسة العادية تساوي الانهيار، والاقتصاد العادي يساوي الإفلاس. انتهت مرحلة الرئيس العادي والحكومة العادية والدولة العادية في مصر، وحان الوقت أن ننتقل من مرحلة كنا فيها كل قدراتنا في هذا الوطن، إحنا نعيش وناكل ونشرب بالنسبة لنص السكان على الأقل، كانت مصر فقط هي السكن، وحتى السكن لم يكن موجودا لمعظم الناس. والإمام محمد عبده كان بيفرق بين السكن والوطن، حان الوقت أن ننتقل من السكن إلى الوطن. وللأسف أن في آخر عصر حسني مبارك لم يكن هناك سكن ولا وطن، حان الوقت الآن أن نتسلح بالتفاؤل لبناء هذه الدولة، نتسلح بالقوة واليقين أننا قادرون، ناوي كان الآن نستطيع. في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ مصر، اليأس خيانة والأمل وطن. والسلام عليكم.